السؤال الرابع من مجموعة من الأسئلة لاختبار القدرات. إذا كان 27 على 3 سين بيساوي 7 على 14 فوجد قيمة سين. القضية سهلة، أولا حاول أنك تبسط، فنبسط هنا على الثلاثة بيعطينا سين، نختصر على الثلاثة سين، وهنا على الثلاثة بيعطينا 9، نبسط هنا على السبعة 1 على السبعة 2، فإذا 1 على 2 ضرب الطرفين الوسطين ضرب التبادلي، إذا سين بيساوي 9 ضرب 2 وبيساوي 18، فإذا قيمة سين بيساوي 18.